أبو عبد الله أحمد داود أوغلو وجه معروف بالنسبة للعرب على أنه ساعد أيمن بالنسبة لأردوغان، يعني وزير خارجية لعدد كبير من السنوات في حكومة أردوغان، وأصبح رئيسا للوزراء في عهد أردوغان، والآن انقلب الحال، يهاجم أردوغان، يتحدث عن شبهات فساد في الحكومة التركية، يدعو لانتخاب منافس أردوغان الذي يكيل الاتهامات الباطلة بحق أردوغان. من قال بأنها اتهامات باطلة هو القضاء التركي، وحكم بكثير من الأموال التعويضية لصالح أردوغان جراء هذه الاتهامات المزيفة. بماذا تعلق على تبدل موقف أحمد داود أغلو بهذا الشكل؟ لا تنسى يا سيدي الفاضل، هناك دعم دولي للمعارضة، لا تنسى أن هناك دعم دولي لإسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان، فيعني متوقع جدا أن يكون هناك اختراق للحكومة التركية لمنظومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمحاولة الوصول إلى الناس المقربين له في الحكومة وإغراءهم في المال، إغراءهم في كل الوسائل لكي ينقلبوا على الرئيس رجب طيب أردوغان، فلا تستغرب أبدا. ولكن لابد لنا اليوم أن نكون واعين لكل هذه الحملات، لحالة الانقلاب، من وراء هذه الحملات، من يدعم هذه الحملات، المحاكم التركية ماذا قالت عن كل هذه الشبهات؟ هل حكمت لصالح هذا الرجل أم حكمت لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان؟ إذا كان هناك حالات من الفساد كما يزعم هذا الإنسان، يقدمها للمحاكم، يقدمها للنائب العام في تركيا، يقول عندي أنا الدليل الفلاني والدليل الفلاني والدليل الفلاني، لكن هي مجرد تشويش. أعتقد بأن هناك مؤامرة دولية، وهي مو أعتقد، بنسبة 99.9% هناك دعم خارجي، دعم دولي، دعم عربي، محاولة إسقاط وتشويه صورة الرئيس رجب طيب أردوغان عن طريق المقربين له. فهذه الأمور الحملة عندما آتي بشخص كان رئيس وزراء أو كان وزير خارجي أو كان من المقربين أو مدير مكتب أو أنزل الانتخابات أو أقول تعال وتكلم، لأن ستكون الأنظار متجهة لك، لأن هذا كان بيوم الأيام مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، فلديه معلومات، محاولة تشويش وإعطاء نوع من الثقة لكلامه. وأمرر أنا كدولة خارجية أو لعدو للرئيس رجب طيب أردوغان ولا خصوم للرئيس رجب طيب أردوغان، أمرر أجندتي بأنه حاول أن أشوش أو على الانتخابات أو أشوه من صورة الرئيس رجب طيب أردوغان.